اهتمام عملاق انجليزي بنجم المنتخب المغربي للشبان. يوفنتوس يعتزم تعويض موراتا للجوليادور الاسود. فان باستن ينصح زياش بمغادره تشيلسي. حكيمي يواصل التعلق مع الانتر بتنقيط عالي 500,000 دولار للاسود للتاهل الى المونديال. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. بات أسامة تيرنغين لاعب أولمبيك مارسيليا يدخل ضمن اهتمامات نادي ليفربول الإنجليزية الذي يراقبه بعدما تطور مردوده التقني والبدني رفقة فريقه الفرنسية الذي انضم إليه بعد فترة تكوين قادها داخل أكاديمية محمد السادس، قبل أن يسهل المغربي ناصر لارغيت مهمة انتقاله للعب بفرنسا. ويعتبر تيرنغين من أبرز المواهب الصاعدة التي تألقت مؤخرا رفقة أشبال الأطلس بعدما تم تصعيده للعب رفقة الفريق الأول أولمبيك مارسيليا، وهو المعطى الذي رفع معنوياته وجعله يؤمن أكثر بإمكانياته في انتظار تطور ملف اهتمام الريدز بخدماته في المرحلة المقبلة. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الجوليادور المغربي يوسف النصيري مهاجم نادي إشبيلية الإسبانية بات متابعا بقوة من نادي يوفنتوس الإيطالية. واستندت ذات الصحيفة على تقارير صحفية إيطالية التي أكدت اهتمام ورغبة العملاق الإيطالي في انتداب النجم المغربي لتدعيم خط الهجوم على حساب الإسباني ألفارو موراتا. وتابعت صحيفة الغارديان أن إدارة فريق السيد العجوز تدرس إمكانية التعاقد مع المهاجم نصير المتألق بشكل كبير هذا الموسم بناديه إشبيلية، ولن تكون مأمورية يوفنتوس سهلة في سباقه للتوقيع مع الدولة المغربية، حيث سيجد منافسة كبيرة من أندية إنجليزية وألمانية أبدت بدور اهتمامها بيوسف على غرار ليفربول، مانشستر يونايتد وويستان برومويتش. أكد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالية أن أشرف حكيمي يتوفر على إمكانات كبيرة تجعله مؤهلا لتنفيذ ركلات الخطأ. وقال كونتي يوم الأحد الماضي في تصريحات إعلامية إنه لاحظ خلال تدريب إنتر ميلان بأن أشرف حكيمي يتوفر على مؤهلات كبيرة على مستوى تنفيذ ركلات الخطأ، لذلك منح له فرصة تسديد ركلة حرة أمام هيلارس فيرونا. وأضاف المتحدث نفسه أنه في حالة وصول إنتر ميلان إلى ركلات ترشيحية في مسابقة معينة لن يسمح لحكيمي بتنفيذ ركلة جزاء إلا بعد موت جميع اللاعبين، مشيرا إلى أن اللاعب المغربي يسدد بشكل أسوأ منه كونتي لما كان لاعبا. وساهم لاعب المنتخب الوطني أشرف حكيمي في الفوز الذي حققه فريق إنتر ميلان الإيطالية على ضيفه هيلارس فيرونا بنتيجة هدف دون مقابل بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله ماتيو مادارمال، كما أنه كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني لكن العمود الأفقي حرمه بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة. نصح الأسطورة ماركو فان باستن نجم الكرة الهولندية السابق والحاصل على الكرة الذهبية في 3 مناسبات خلال أعوام 1988 و89 و92 الدولي المغربي حكيم زياش بالراحل عن تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقال ماركو فان باستن أثناء حديثه لشبكة فوكس بور الهولندية أن الدولي المغربي بات مطالبا بمغادرة ستانفورد بريدج سريعا ودون تردد، مضيفا أن الحالة التي يتواجد عليها زياش ليس لها أي معنى. وتابع باستن قائلا عندما يدخل زياش يلعب كمهاجم أعتقد أنه من المحسن رؤية ذلك، نظام توماس توخيل ليس جيدا بالنسبة إليه ولا يلائمه، عندما ترى زياش يشارك في المباريات يبدو وكأنه يتوصل إليها. وكان بنجامين تشايلوين الظاهر الأيسر لنادي تشيلسي الإنجليزية قد نوه كثيرا بأداء جيد الذي ظهر به الدولي المغربي حكيم زياش بقميص البلوز خلال الفترة الأخيرة بعد أن قاد فريقه لتحقيق مجموعة من الانتصارات أهمها بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي في المربع الذهبي.
هو تعادل إيجابي للدولي سفيان أمرابط، على الرغم من التعادل فريق فيرونتينا بميدانه أمام يوفنتوس بهدف لمثل برسم الدورة 33 من البطولة الإيطالية، ونال أمرابط نقاط الارتياح لأدائه الصلب، وكبر مع مباراة القمة من تدخلات ناجحة وانسيابية الدفاعية ونزول أحيانا بالمباراة لخط الهجوم. وكان فيرونتينا قد تقدم في المباراة في فينفياستن من الجزائر في الدقيقة 29، إلا أن اليوفي امتص رحيق التعادل في أول دقيقة من الشوط الثاني من موراتا. كما كان فريق أمرابط متربصا بالعديد من الفرص دون أن تكلل بالنجاح لتضع فريقه بالتعادل في الدرجة 14 بفارق 6 نقاط عن النزول، وجهاد قادم لمحاصرة المباراة الخمسة المقبلة بالإنقاذ. قررت الكونفدرالية الإفريقية تخصيص $500,000 للمنتخب الوطني في حال نجاحه في حجز بطاقة التأهل لنهائية كأس العالم التي تستضيفها قطر في 2022، وتحصل على المنحة البالغة قيمتها $500,000 جميع المنتخبات التي تتأهل إلى مونديال في أجل مساعدة على استعداد بشكل جيد للتوقيع على مشاركة جيدة وتفادي الإقصاء من الدور الأول على غرار النسخ الأخيرة. يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية وعدت بتخصيص منحة بقيمة 100 مليون سنتيم لكل لاعب للتأهل إلى كأس العالم 2022. تكتف اللجنة العليا للمشاريع والإرت المسؤولة عن تنظيم مونديال 2022 تحضيراتها الجادة والمكثفة ببدء العد التنازلية لإقامة قرعة منافسات بطولة كأس العرب التي تقام بالدوحة خلال الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر، وستقام مراسم القرعة في دار أوبرا بحي الثقافي كتاوا يوم الثلاثاء لمعرفة مشوار 23 منتخبا عربيا في هذه النسخة الاستثنائية التي تقام وسط ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا التي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم. وسيكون الحضور خلال قرعة مقتصرا فقط على عدد محدود من المسؤولين تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا. وبدأ بالفعل وصول رؤساء البعثات وممثلي الوفود المشاركة في القرعة، ويدخل كل من يصل إلى مقر الإقامة المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الدوحة بالفقاعات الصحية بعد إجراء مسحة كورونا وظهور نتيجتها السلبية. فارد أشرف حكيمي لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالية نفسه نجما مجددا خلال المواجهة التي جمعت بضيفه لارس فيرونا، وتحصل النجم المغربي على ثاني أعلى تنقيط في المواجهة المذكورة بسبب 0.5 نقاط، وذلك حسب موقع أسكرود العالمي المختص في الأرقام الإحصائيات. ووقع فريق الإنتر هدف الواحد في المباراة في الدقيقة 76 عن طريق دارميان من تمريرة حاسمة للنجم المغربي أشرف حكيمي الذي يستمر في تألقه مع النيرات الزورية.